أخي أعزائي الطلاب، هنشرح النهاردة مجموعة من الأمثلة للمساقط الأفقية اللي هتوضح لكم نوعا ما فكرة إن إزاي نستغل سهم الشمال على المسقط الأفقي في وضع وتوزيع الفراغات داخل المسقط الأفقي بتاعنا بشكل مناسب، وإزاي نقدر نحول البابل دياجرام بتاعنا والزونينج لمسقط أفقي. تمام، هنشرح مجموعة من الأمثلة بسيطة جدا، مش شرط إن أنت هي أمثلة لمجموعة من المكاتب مش مراكز، ولكن هنركز على حتة إزاي نحول البابل دياجرام بشكل عام لمسقط أفقي. أول حاجة عندي زي ما احنا شايفين المسقط الأفقي اللي قدامنا ده، هنلاقي إن اتجاه الشمال لفوق زي ما احنا شايفين، بالتالي هنلاقي ان قاعة المجلات والدورات هنا، قاعة المطالعة هنا، قاعة المبنى ده بينقسم الى قاعة مطالعة اطفال وكبار، فبالتالي المعماري حط قاعة المطالعة في الشمال زي ما احنا شايفين اهو، وعلى اتصال مباشر بالاستقبال، والموظفين في والادارة في الجزء القريب من المدخل، وليهم ممر توزيع اللي هو اللي احنا كنا بنتكلم عليه الفراغ الثانوي اللي بيربط بين غرفة المطالعة وقاعة المجلات وقاعة مطالعة الشباب. زي ما احنا شايفين ايضا المدخل الرئيسي مؤكد اهو، دخل بالكتلة لجوه علشان اول ما ابص على المبنى بتاعي ابقى عارفة ان ده المدخل بتاعي بشكل واضح، ده من حيث العلاقات ومن حيث المفاوضات. بنلاحظ زي ما قلنا المدخل بيتميز ان المدخل واضح بصورة معلنة، صالة الاستقبال على علاقة مباشرة بالعناصر وخدمات المكتبة، توجيه صالة المطالعة في اتجاه الشمال، صالة المطالعة للأطفال غير مجاورة لصالة المطالعة بتاعت الكبار علشان نتجنب يعني بعد الصالتين عن بعض عشان نتجنب الضوضاء الصادرة عن قاعة خاصة بالأطفال، توجيه الحمامات والأوفيس والكلام ده في الجنوب علشان الروائح الكريهة، غرف الموظفين والإدارة بالقرب من المدخل، وقاعة المجلات والدورات بالقرب من المدخل أيضا علشان في اللي عايز يدخل على القاعة دي على طول مباشرة من دون أن يمر على قاعة المطالعة، بإمكانه إن هو تبقى المسار بتاعها واضح وصريح قدامه وهو داخل المشروع. ده نموذج تاني ايضا زي ما احنا شايفين المدخل اهو، على علاقة بصالة الاستقبال، صالة الاستقبال بتمثل فراغ توزيع لقاعة المجلات والمطالعة ومطالعة الاطفال ودورة المياه والادارة. هنا الدنيا اتعكست، ليه؟ عندي سهم الشمال لتحت، اذا هنا الجزء اللي هو فيه تهوية مناسبة، اذا انا عملت هنا هحط هنا غرف المطالعة، ولو في عندي فصول ايضا هتتحط في الضلع ده، اما الضلع التاني فهو للادارة ودورات المياه، ولو وجد مطابخ، لو عندنا قاعة المطبخ التعليمية مثلا هتتحط برضو في الضلع ده. اذا انا ممكن في الحالة دي اقوم عامل مدخل للادارة زي ما احنا شايفين اهو، فرعي للادارة خاص بيها، ما انا عندي هنا انا عايز اعمل مدخل رئيسي ده للزوار بس، مش شرط بقى الزوار يخشوا والاقي هنا الاداره زي ما احنا متعودين، لا، هنا الاداره ليها مدخل فرعي علشان عندي سهم الشمال عايز استغل اقدر قدر من الامكان في الضلع ده اني احط قاعه المطالعه والفصول الدراسيه وما الى ذلك. قلنا العلاقات الوظيفيه ومسارات الحركه، الشغل ده يطلع لي شغل سليم وصح 100%، انما بقى هنهمل البابل دياجرام والزونينج والكلام ده ونخش على المسقط الافقي على طول، بناخد مجهود اكبر لانه بيبقى من غير دراسه. هنلاحظ في البلان ده وجود مدخل ثانوي زي ما قلنا في الاداره بعيد عن المدخل الرئيسي، توجيه غرف المطالعه للشمال، توجيه دورات المياه للجنوب، غرف المطالعه الخاصه بالاطفال والكبار بعيده عن بعض علشان الضوضاء، المدخل بيكون على علاقة مباشرة بصالة الاستقبال كالعادة، يفضل ان تكون صالة المطالعة بالقرب من المدخل بحيث ان الناس اللي داخلة على طول على قاعة المطالعة تبقى بالنسبة لها المسار واضح وصريح زي ما قلنا،
ويفضل ايضا قرب قاعه المجلات والدورات بالقرب من المخزن زي ما قلنا ما نهملش الخدمات الخاصه بالقاعات. ايضا عندي المثال ده هنلاقي ان قاعه المجلات ايضا على محور قاعه فراغ الاستقبال، وهنلاقي قاعه المطالعه ايضا واخده الجزء الموجود على الضلع اللي هو الشمال، وعندي دورات المياه والاستقبال والكلام ده في الجنوب. نفس الحكايه هنا ببتدي اهو احول العلاقات الوظيفيه البند جرام بتاعي بشكل مبدئي للمسقط الافقي، وابتدي بقى بعد ما عملت كده ده مش الشكل النهائي، لا ببتدي بقى اشتغل من ده، بيبقى حجر الاساس نقطه الانطلاق النواه اللي بتطلع منها. تمام، نفس الحكايه مسارات الحركه، ابتدي اشوف مسارات الحركه مين فيهم على علاقه مباشره ومين على علاقه ايضا غير مباشره، وابتدي اوزع. وهنلاحظ ان هنا في بيتميز المسقط الافقي ده مسارات المطالعه وقاعات الدورات والمجالات قريبه من المدخل، والاستقبال على علاقه قويه بالمدخل ايضا، ولا يفضل الدخول الى صاله الميديا مباشره، يفضل الدخول اليها من خلال ممر توزيع زي ما احنا شايفين صاله الميديا اهي. مش من الحاجات اللي الناس اول ما تدخل هتبقى عايزه تروحها، لا ده ديورنج ما انا ماشي ممكن احجز وبعد كده استنى في فراغ التوزيع ده ميعاد دخول الموفي اللي هيبتدي وهكذا. فيفضل تكون منفصله بزونين خاص بيها بممر خاص بيها وخدمات خاصه بيها. هنلاقي ان في البلان ده الإدارة معزولة نوعا ما، مش على اتصال مباشر ببقية فراغات المشروع، بحيث يبقى ليها فراغ ثانوي زي ما قلنا قبل كده، بالتالي دي حاجة لا يحبب انها تبقى موجودة. وهنلاقي ايضا هنا بيتميز ان المدخل واضح ايضا، ده عمل بقى مش عمل مدخل غاطس، لا ابرز المدخل علشان يأكده. ايضا البلان ده هنلاقي ان المدخل اهو واضح عندي، ابتدى يأكده باعمدة زي ما احنا شايفين، ادي عمود ودي التاني والسلالم اللي بتطلعني على المدخل الرئيسي. بعد كده بلاقي الادارة اللي هي على علاقة بالاستقبال اللي بيوديني لقاعة المطالعة والخاصة بالاطفال والكبار، وعندي هنا منطقة الانتظار بتاعة الأطفال اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتبقى مهمة جدا، الأطفال مستنيين مثلا يخشوا في ميعاد يعني الكلاس بتاعهم مثلا هيبدأ كمان ساعة كمان ساعتين، أو مستنيين صحابهم لما يجوا، فدي منطقة الانتظار بالقرب من المدخل اللي ممكن كمان أولياء الأمور يستنوا معاهم فيها. نفس الحكاية هنلاقي ان البلان ده نواة بتطلع من دراسة العلاقات الوظيفية ودراسة مسارات الحركة، وهنبص بعد كده هنلاقي ايه اللي بيميزه وايه عيوبه ونبتدي نطور عليه من هنا. كده احنا بنشتغل شغل صح زي ما قلنا. الاستقبال ومنطقة الانتظار على علاقة مباشرة بالمدخل، ويفضل وجود مدخل خاص بالمخزن اللي احنا شايفينه ورا اللي هو بتاع قاعات الاطلاع علشان العربيات اللي جاية تنقل الكتب او تاخد كتب قديمة وتحط كتب جديدة مثلا ما تبقاش داخلة قدام الناس، يبقى ليها مسار حركة خاص بيها. وجود منطقة للقراءة واماكن تواجد الكتب في غرفة واحدة بيسهل على الطفل سهولة ايجادها، ويفضل وجود دورات مياه ايضا في الجنوب خاصة بالادارة وخاصة بالمشروع عامة، ومن الافضل هو قاعة المطالعة زي ما احنا شايفين في الشمال اللي هو الجزء ده الضلع ده. طبعا انا بالنسبة لي التعليق اللي هعلقه انه الخدمات نسبة للفراغ قليلة برضو، محتاج اني الاقي مخازن اكتر، محتاج اني الاقي دورات مياه اكتر، محتاج اني الاقي اوفيس وهكذا. عندي مثلا ناس اللي حابة تشتغل خطوط انسيابية اهو، شايفين المدخل الرئيسي عندي مؤكد بالجرينز وبالممرات اللي بره في اللاندسكيب،
وبالضلع ده ايضا هنلاقي ان هنا مدخل رئيسي بيودي على حديقة داخلية. هنا عمل مش بس اوت الجزء الاوت دور هنا هو اللي فيه لاندسكيب، لا حب يدخل عنصر لاندسكيب داخل المشروع. دي حاجة كويسة جدا، اللي منكم هيعرف يعملها يا ريت ان تبقى مثلا زي سكاي لايت جوه المشروع بتاعي مثلا. دي اللي هتبقى منطقة الالعاب اللي اتكلمنا عليها في المشروع بتاعنا، الاطفال هتلعب فيها، وفيها السوينج، فيها السلايد، وفيها الحاجات الجميلة دي الاطفال بتستمتع بيها. فهتبقى سكاي لايت ممكن تتفتح في الصيف وتغلق في الشتاء وهكذا. وعندي زي ما احنا شايفين هنا قاعة المطالعة في الشمال نفس الكلام. وجود المخزن هنا بقى غلط، ليه؟ لان الضلع ده شمال. طيب ما كنا حطينا المخزن بعيد عن الشمال وجبنا مثلا مكانه قاعة الاطلاع تبقى هنا ونبدل المخزن يبقى هنا، تمام. ونفصل بقى قاعة الشباب عن قاعة الاطفال بخدمات ونخلي المخزن هنا، ونفصلهم مثلا بحمامات مثلا، تمام. او هنا ما ينفعش نفصلهم بحمامات زي ما قلنا لان في شمال. طيب اذا نفصلهم بايه؟ قاعة دراسية، قاعة الموسيقى تبقى واخدة، او قاعة الرسم تبقى هنا في الجزئية دي، وجنبها قاعة المطالعة، تمام. والمخزن ده يجي هنا. اذا ده انتقادي للايه؟ للبلان اللي قدامنا ده. ايضا هنلاقي ان هناك علاقات وظيفية خرج منها هذا التشكيل ومسارات حركة ايضا المحاضرة بتاعتنا. يا رب تكونوا استفدتوا منها، وان شاء الله نتقابل المحاضرة الجاية في شرح الموقع العام.